ايضا عقب انتهاء اللقاء معي في هذه اللحظات حسين الشحات احد نجوم فريق مصر المقاصه. حسين، ببارك لك فوز كبير النهارده فريق مصر المقاصه واداء اكثر من رائع من الفريق، وبالتاكيد من السابقه بتأدي اداء جيد جدا مع فريق مصر المقاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله. والله المكسب طبعا مهم النهارده على النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير وطبعا عاملين حسابه وعاملين حساب كل الفرق، فالنهارده كنا مركزين مع النادي الاهلي، احنا ربنا يكرمنا ونكسب، والحمد لله قدرنا يعني من اول الماتش اللي احنا نقدر نهدف، والحمد لله قدرنا نرجع يعني، والحمد لله ان شاء الله الماتشات الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونرجع تاني ان شاء الله. متوقعين سيناريو المباراه النهارده؟ اه طبعا طبعا كنا مركزين طبعا وعاملين حساب طبعا النادي الاهلي، والحمد لله يعني قدرنا ربنا يكرمنا. كابتن سيد عفريز، انا عارف ان انت عايز تسلم عليه، اتفضل. كابتن حضرتك كنا بنتكلم عن سيناريو اللقاء النهارده، شفتوا ازاي وهل كنت متوقع الفوز النهارده على النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي بقاله فتره كبيره جدا ما بيخسرش؟ والله ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك احنا كنا مركزين طبعا مع النادي الاهلي، والحمد لله يعني كنا عاملين حسابه، عاملين حسابه اللي احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه، والحمد لله كنا مركزين. من كتر ما احنا مركزين قدرنا ربنا يكرمنا ونكسب الحمد لله. النادي الاهلي طبعا زي ما بقول لك نادي كبير، وطبعا لازم الواحد يعمل حسابه، والحمد لله يعني قدرنا كنا عاملين حسابه، والحمد لله ربنا كرمنا عشان كده. البدايات بالنسبه لفريق مصر المقاصه في الدوري السنه دي كانت صعبه، ازاي قدرتوا تتداركوا هذه الامور وقدرتوا ان انتوا تقدموا مستويات رائعه حتى الان، واخرها طبعا الفوز على النادي الاهلي النهارده؟ والله الحمد لله يعني زي ما بقول لك في اول الدوري كان الحظ ما كانش معانا خالص، وكان مع نادينا يعني ما كنا مش بنكسب خالص، والحمد لله بعد ما كابتن عماد جه قدرنا واحده واحده نتعادل، بعد كده ربنا كرمنا بمكسب، والحمد لله من ساعه ما كابتن عماد جه يعني قدرنا احنا نحافظ اللي احنا على المكسب يعني الحمد لله، فربنا كرمنا وبناخد ماتش بماتش يعني احنا اللي ربنا عشان ربنا كرمنا اللي احنا مركزين كل ماتش بماتش يعني مش اللي هو بنركز في الماتش اللي بعد جاي، لا احنا مركز في النهارده كنا مركزين في نروح بقى طبعا والصفحه تقفل ونركز في الماتش الجاي طبعا ان شاء الله. السؤال الاهم، انا عارف اهلاوي اهلاوي انا قلتها كتير والله يعني قلتها كتير والله، بس انا يعني مكمل مع المقصه، لازم يكون عندي انتماء للنادي اللي فاتح بيتي اللي بيصرف اللي بصرف على عيالي منه وعلى اهلي منه، فالحمد لله يعني فانا مكمل مع المقصه لحد ما نصيبي يجي ان شاء الله. لو في مفاوضات من النادي الاهلي في شهر يناير الجاي، وخصوصا النادي الاهلي مقبل على بطوله افريقيا والمقصه ايضا مقبل على بطوله افريقيا، فاكيد النادي الاهلي هيفكر ان هو يتعاقد مع لعيب بحجم حسين الشحات انه ينضم للفريق عشان ما يخسروش في بطوله دوري ابطال افريقيا، فهيبقى الانتقال ممكن يكون في يناير. في حال في مفاوضات رسميه من النادي الاهلي مع المقاصه، هيكون ايه الموقف بالنسبه لحسين شحات، وهل هتتكلم مع اداره فريق مصر المقاصه؟ والله سايبها وظروفها، والله يعني لسه فاضل 50 يوم يعني شهر واحد كبير، ولسه فاضل 20 يوم على بال ما يجي شهر واحد، فلسه بدري يعني لسه بدري على الكلام دوت، وما حدش عارف اللي هيحصل، ما حدش عارف الظروف فيها ايه، فانا مركز مع النادي لحد ما يجي نصيب ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق مع المقاصه والتوفيق مع الاهلي لما تيجي ان شاء الله. خليك ان شاء الله.